بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، هنتكلم تحت عن tips for managing project files، زي مثلا التلميحات، نصايح الديفلوبر، الناس اللي صممت البرنامج بتحاول تديها للناس علشان تاخد بالها منها. يعني واحدة من ضمن أهم النصايح ديت، اجمع سيفينج اون لوكال هارد درايف. لو أنت شغال على بروجكت، بلاش تحفظ من البروجكت بتاعك على مثلا تعمله على فلاشة وتبتدي تحفظ من عليها، لا، احفظ من على اللوكال هارد درايف بتاع البي سي أو اللابتوب اللي أنت شغال عليه. النصيحة ديت يا جماعة بوجه عام، مش لازم يعني مع اي برنامج بتاكشر. لو انت شغال اي برنامج تحت بيئة مايكروسوفت او تحت بيئة ويندوز عموما، احفظ شغلك اول باول على الهارد درايف. بلاش هارد درايف بره وانت بتحفظ يعني. تمام، ده الجانب. الجانب التاني، لو انت كنت ناوي تعمل شيرنج للكونتنت بتاعك مع ديفولوبر، حد من حضراتكم ناوي يشير الكونتنت بتاعه لحد تاني من الناس، فيفضل ان انت تقفل وتخليه ملف مضغوط، تخليه زد اي بي، لان هو هنا بيبتدي يبني الكونتنت بتاعه باكتر من حاجه. يعني انت ممكن طبعا تستعرض، تجيب صور، تجيب حاجات مختلفه، فهو بيحاول اول ما بتبتدي تعمل بروجكت بيبتدي يعمل له هو فولدر اوتوماتيكلي في السي، فبيحاول يجمع لك الحاجه بتاعتك ديت. فانت بتروح عند الفولدر ده، بتحاول تضغطه وتخليه ذات اي بي، وتبتدي تديه مثلا نوزعه لبعضنا، نديه للديزاينرز، للديفلوبرز اللي ناويين يشتغلوا عليه. فبيفضل انت تبتدي تضغط الكونتنت بتاعك او الفولدر اللي فيه البروجكت بتاعتك، تضغطه قبل ما تخليهوش مفتوح هنا يعني، عشان ما تحصلش فيه حاجه. وعموما بشكل عام ضغط الملفات مفيد، وبيحاول يحافظ عليها بعيدا عن اي حاجه تانية. الجانب بتاعت بخصوص الباص، المصاري يا جماعة، لو انت كنت ناوي تعمل بابليش، خد بالك بالله هي ان احنا شغالين كده كده تحت بيئة ويندوز، فويندوز بتعمل لك ليميتيشن اللي هو الاول شركة عموما بتقول والله اخري في الباص، المسار بتاعك اللي هو المسار بتاع الاسم يعني، من سي مش عارف بروجرام فايلز مش عارف ايه ايه ويندوز مش عارف، لغاية 260 كاركتر، لغاية 260 حرف. لو زاد حرف واحد يعني بيجي 261، لو انت بجيت تعمل بابلش هتلاقي ان في مشكلة معاك. فبالله يا جماعة، بالله يعني عشان نتفقوا من الاول خالص، المسار بتاعك بالله داني خليه دايما انجلش، بلاش تحط لي المسار في فولدرز والفولدرز دي من الدي تسميه لي باسم عربي مش عارف منوعات او بتسميه شغل الكليه، لا بقى خلي اسامي البرشنز بتاعك انجلش يعني، تريحني وتريح نفسك، علشان القصه بتاعت الباصز والاكستنشنز والكلام ديت ممكن يعمل لك شويه مشاكل والله. فخليني دايما على القصه بتاعت انجلش افضل لك يعني. وانت برضه بتحاول تريح دماغك، لان اللغه العربيه برضه مش مدعومه بشكل كامل على بيئه انظمه التشغيل، فضلا عن البرامج الجديده، فبرضه مش بتديها سبورت كامل، رغم ان فيها يونيكود او فيها التلميذ بتاع اليو تي اف 8، بس برضه مش بتدعمها بشكل كامل. فبيفضل وانت بتبتدي تعمل بابلش يا جماعه، تحطها على اكستنشن، اسف، تحط الفولدر بتاعك على مسار كله ايه، كله اجنبي، مثلا سي، بروجرام فايلز، مش عارف ديسكتوب، اسم الفولدر بتاعك، اخر المسار بتاعك بيكون 260 كاركتر، 260 حرف. تمام، بعد كده الامور هتبتدي تكون اصعب شويه. ده بخصوص الملاحظات العامة اللي هما بيحاولوا يقولوها عشان تساعدنا واحنا بنبتدي نعمل بابلش وبيلد للبروجكت بتاعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.